كويس، وهذا هو خلينا نقول الطريقة الأصح واللي بتجيب نتيجة طبعا مع الناس اللي عندهم المشاكل الحادة هاي في الانزلاقات الغضروفية ومؤثرة على ظهرهم وعلى إجريهم وموقف حياتهم ومخلي حياتهم رأسا على عقب. حل ثاني في السوق مش موجود، ما تتعبوا راسكم، يعني شيلوا لي افكار ابر ما ابر مش عارف ايش، حبوب مسكنات كورتيزون، هذا كلها حلول واهيه وما بتعالج المشكله هاي، بس بتسكن الاعراض لفتره معينه بس الاعراض بتزيد، وممكن لانه احنا بنحكي عن شغلات عصبيه يعني ما فيش فيها مزح، يعني التدخل لازم يكون بطريقه كويسه وبشكل سريع. اذا ما دخلنا بشكل سريع هاي الحاله بصير في ضرر في العصب، ضرر صعب ان نرجعه للوضع الطبيعي. طبعا الحالات الصعبه جدا اللي الالم ما بفارقهم مش قادرين يتحملوا الالم، وهي بالعاده هاي الحالات بتكون خفيفه ومش كثيره، هدول طبعا بدهم يروحوا، فيش عندهم مجال الا يروحوا للعمليه بس بعد المحاولات هذه، يعني ممنوع حدا يروح على عمليه قبل ما يقضي ست اسابيع في التمارين والامور اللي بنحكي لكم اياها. وهذا مش قانوني ولا حكي، هذا نظام عالمي في التعامل مع الانزلاقات الغضروفيه. بعد ست اسابيع وعملت وما نفع ومش عارف ايش، والالام صارت تزيد او صارت عندنا اعراض اعصاب، بطلنا نعرف نحرك جرينا، صار في عندنا اعراض بتيجي بتخلينا ما نسيطرش على البول، ما نسيطرش على البراز، ما نعرفش ننام، في هاي الحالة فيش مجال تاني إلا العملية. العملية بسيطة ما فيها أي مشكلة، بجوز بنفس اليوم بالمنظار يشفطوا لكم هالمادة وتطلعوا من المستشفى على خير، وبعدين شوي شوي بنرجع للتمارين هذه، شوي شوي التمرين على ظهرنا، نسحب جرينا، يعني هيك هيك احنا وراكم وراكم، قبل العملية بعد العملية بدون عملية، كله بده علاج طبيعي اللي بنحكي لكم عليه هذا، يعني كل الحالات بدها هاي نوعية العلاجات البيطية البسيطة المجربة الموثوق فيها المثبتة علميا، وبكفيكم يعني صار لي 30 سنة الله وكيلكم في هالدواوين هذه. فأنا بحكي لكم عن تجربة قبل ما أحكي لكم عن أمور وأبحاث وريسيرش، فخذوها من أخوكم، بس قولوا يا الله واعملوا الحركات هذه وان شاء الله الشفاء بيكون حليفكم وتخلصوا من هالألام الحادة هذه. شكرا لكم، تحياتي.